بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 78. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وجعل العلماء ورثة الأنبياء في بيان هذا الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الناصح الأمين وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد بين الشيخ رحمه الله مقصود السلف في ذمهم لعلم الكلام وأهله، وأن مرادهم منع الاستدلال بالأدلة الفاسدة والاعتياض بها عن أدلة الكتاب والسنة. وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، وإنما كره الأئمة علم الكلام إذا لم يحتج إليه. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها، فقال لها: يا أم خالد، هذا سنة، والسنة بلغة الحبشة الحسن، لأنها كانت من أهل هذه اللغة. وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له، حيث لم يأمن من اليهود في ذلك. فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه، لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع، قال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. قال الشيخ: فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، يعني الجوهر والعرض والجسم، وزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان ذلك هو الحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا أو إثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم. وهذا من مثارات الشبهة، فإنه لم يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين، لا الدلائل ولا المسائل. والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفيا وإثباتا. فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوصفهم وعرفهم. وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف. ومقصود الشيخ رحمه الله مما سبق ذكره
أن أدلة الكتاب والسنة كافية في بيان الحق ورد الباطل، وشاملة لأصول الدين وفروعه، وهي أدلة معصومة من الخطأ لأنها تنزيل من حكيم حميد. أما قواعد المنطق وأدلة المتكلمين فهي من وضع البشر، فيها الخطأ وفيها الصواب، ولا حاجة بالأمة إليها، لكن لا مانع من التعبير بما تضمن الحق منها لمن يحتاج إلى ذلك، ولا يعرف ما فيها من الحق إلا ولا يعرف ما فيها من الحق إلا بعرضها على الكتاب والسنة، فما وافقهما فهو حق، وما خالفهما فهو باطل. ومن لا يحتاج إلى قواعد المنطق وعلم الكلام فلا يجوز له أن يتكلم بهما ويعتاض بهما عن أدلة الكتاب والسنة. وما ذكره الشيخ هنا يخالف منهج المتكلمين الذين يجعلون قواعد المنطق وأدلة المتكلمين التي يسمونها الأدلة القطعية يجعلونها هي الأصل، ويعرضون عليها أدلة الكتاب والسنة، فما وافقها قبلوه، وما خالفها إما ردوه إن استطاعوا، وإلا أولوه وحرفوه. ويقولون إن الأدلة العقلية قطعية الدلالة، وأدلة الشرع ظنية الدلالة، والقطعي هو الأصل. لكننا نقول هذا من قلب الحقائق، كيف يجعل ما هو من عند البشر قطعي الدلالة، وما هو من عند الله ظني الدلالة؟ ثم كيف يوثق بقواعد المنطق وأدلة المتكلمين وهي متضاربة متهافتة ينقض بعضها بعضا؟ وقد أقروا على أنفسهم بالحيرة، حتى قال بعض كبارهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال بعضهم: النهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.